استكملت اللجنة النيابية المشتركة القانونية والمرأة وشؤون الأسرة مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ستحيل اللجنة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الدورة الاستثنائية الحالية. على مدار 5 اجتماعات مطولة أنهت اللجنة المشتركة النيابية المشكلة من لجنتي القانونية والمرأة النيابيتين نقاشاتهما في مشروع قانون حقوق الطفل الجدلي، لتضع اللجنة تعديلاتها بما ينسجم مع القيم الاجتماعية والدينية. أكدنا على الثوابت والمبادئ التي انطلقنا إليها في مناقشة مشروع هذا القانون، لأننا ننظر إلى هذا المشروع على أنه فيه درجة عالية من الأهمية، لأنه يتعلق بمرحلة الطفولة وهي المرحلة الأساسية لبناء شخصية الطفل التي سيتأثر بها في كل مراحله العمرية. وعلى هذه الطاولة رصدت جميع الملاحظات والمقترحات من المختصين التي تم تفريغها لتتم صياغتها في مواد القانون بما يحقق الهدف والغاية. كلها بتأكد على ضرورة الحفاظ على دور الأهل ودور الأب والأم في توجيه الطفل وإرشاده ونمائه وتأديبه، وأن هذا الحق لا يجوز أن يمس بحال من الأحوال. إذا وضعنا هذه الضوابط بشكل كامل مع المحافظة على النظام العام والآداب العامة وعلى القيم الدينية والاجتماعية، إن شاء الله نأمل أن يخرج القانون مع التعديلات اللي مقترحة بصيغة مرضية ترضي الشارع الأردني. كلمة الجهات المختصة، ليس الفكرة أن يكون هنالك جهات مختصة غير معروفة بالطفولة، ولكن لتعدد تلك الجهات الحالية أو المستقبلية، وهي مضبوطة في نص القانون بأن تكون هذه الجهات المختصة مكلفة بموجب التشريعات النافذة. اللجنة المشتركة قامت بتعديلات على القانون تزيل التعارض مع قانون الأحوال الشخصية، وتعرف المصطلحات المثيرة للجدل مثل الجهات المختصة التي تدافع عن حقوق الطفل بتحديد هذه الجهات من هي، فضلا عن تجويد النصوص بما لا يتعارض مع القيم الدينية ودور الأسرة. قبل أن يدخل مشروع قانون حقوق الطفل قبة البرلمان، خيم عليه الجدل شعبيا وداخل أروقة مجلس النواب، لتقوم اللجنة المشتركة بإجراء تعديلات مهمة على عدد من مواده بما يتوافق مع الدستور والشريعة الإسلامية بحسب ما أكد عليه أعضاء اللجنة، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في هذه الدورة الاستثنائية. محمد الفايز، المملكة، مجلس النواب. انضم إلينا عضو اللجنة القانونية النيابية الدكتور سليمان القلاب. دكتور، مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. بعد كل هذه الجولات من النقاشات والاستماع من قبل اللجنة النيابية المشتركة، وصلنا أخيرا إلى الصيغة التي تم الاتفاق عليها، وسيذهب القانون الآن إلى مجلس النواب. بعد ذلك ما الذي سوف يتم على هذا القانون؟ سيدي، اولا مساء الخير لك وللاخوه المشاهدين. يعني حقيقه يعني قانون حقوق الطفل هو جاء تاكيد على مبادئ وقواعد قانونيه موجوده في قوانين اخرى اصلا. يعني التعليم الالزامي موجود في قانون التعليم والانظمه المتعلقه به، التامين الصحي موجود في قانون التامين الصحي والانظمه ذات الصله. يعني حقيقه يعني تم مناقشه مواد مشروع القانون مع كل الجهات ذات الصلة، وعلى رأسهم سماحة مفتي المملكة العلامة ومجموعة من قضاة الشرع الحنيف. ولا أقول تم الاستماع لهم، بل أقول تم الإصغاء لهم وأخذ كل ملاحظاتهم بعين الاعتبار. جوابا على سؤالك، يعني بعد أن يتم إقرار القانون بالصيغة النهائية من اللجنة المشتركة القانونية والمرأة، سوف يتم إحالة القانون إلى مجلس النواب ومن ثم مناقشته وإقراره إن شاء الله. طب دكتور، إذا كانت بنود هذا القانون موجودة في مبادئ وقوانين أخرى ومضمنة في قواعد أخرى، لماذا أخذ كل هذه الجولات من النقاشات؟ أخي العزيز، تعرف يعني إحنا مجتمعنا يعني حساس بالنسبة للعقيدة وقيم المجتمع. يعني هناك بعض الجهات اعترضت على بعض المفردات، خليني أقول، وليس بعض المواد الموجودة في القانون، لكن هذه الملاحظات تم أخذها بعين الاعتبار، ولا يوجد أي شخص ضد حقوق الطفل بعد أن تم توضيح بأن هذا القانون هو جاء لخدمة الطفولة
وجاء لتجويد وإلزامية النصوص الموجودة في بعض القوانين الأخرى. يعني هذا اللغط أجا يعني أساسا من عدم الفهم الصحيح لمواد مشروع القانون لا أكثر ولا أقل، ولكن لا يوجد أحد في هذا المجتمع الطيب ضد حقوق الطفل، وخاصة بأنه آخر 10 مواد تعالج يعني أصحاب الأطفال أصحاب الإعاقات. يعني هذه المواد تبحث عن تسهيل أمور الأطفال أصحاب الإعاقات. يعني في عندنا مستشفيات لا يوجد فيها ممر لأصحاب الاحتياجات الخاصة، في مدارس كان لا يوجد فيها ممر عادي للأطفال أصحاب الإعاقات. فأجى هذا القانون للملمة هذه المواد الموجودة في قوانين أخرى في قالب إلزامي يسمى قانون حقوق الطفل. نعم دكتور، يعني عندما نتحدث عن اعتراض على مفردات معينة مثل ماذا؟ يعني أخي العزيز، يعني خليني أكون يعني صريح معك، يعني في بعض المفردات يعتبروها بعض الجهات أنه يعني هذه تمس برعاية الوالدين للأطفال، لكن حقيقة بعد يعني ما استمعنا لسماحة قاضي القضاء ولبعض الآراء تبين أن المواد أصلا لا يوجد فيها أي إساءة لهذه الرعاية، وإنما هناك رعاية بديلة تتبناها الدولة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، الرعاية البديلة في حالة عدم وجود الرعاية الأبوية أصلا سواء مؤقتة أو دائمة. يعني لا يوجد بديل عن الرعاية الأبوية أصلا في هذا القانون. هذا القانون يعني جاء ليسهل الطفل للحصول على حقوقه الأساسية اللي موجودة في نصوص متناثرة في بعض القوانين الأخرى لا أكثر ولا أقل، لم تضيف شيئا ولم تأخذ شيئا من حقوق الأطفال على والديهم. وهذا هو اللي أعطى نوع من اللغط لبعض الجهات حول قانون الطفل. لكن هذه المواد الموجودة في مشروع القوانين حقيقة تنسجم تمام الانسجام مع عقيدتنا ومع قيم مجتمعنا الأردني العربي المسلم الطيب. دكتور، إذا كنتم وصلتم إلى هذه الخلاصة بعد كل هذه النقاشات، كم تتوقعون أن يجلس هذا القانون بين أيدي النواب تحت القبة؟ والله يا أخي العزيز، يعني المجلس يعني السؤال، إذا أنتم باللجنة فقط احتاج إلى كل هذا الوقت، كم سيحتاج لدى كل النواب؟ أخي العزيز، يعني أنا خليني أكون صريح مع كل مجلس سيد نفسه، لكن حقيقة إحنا أخذنا هذا الوقت من أجل أن يعني يكون هناك توافق حول نصوص مشروع القانون. حقيقة وجود هذه القامات القانونية والقامات الموجودة في لجنة المرأة ووجود الجهات الشرعية أنضج هذا المشروع، وراح إن شاء الله يعني يقدم بصيغة شفافة تنتج بعد عاداتنا وبعد نعم دكتور. شكرا جزيلا لك الدكتور سليمان القلاب، عضو اللجنة القانونية والنيابية، على وجودك معنا اليوم.
ينضم إلينا الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي. دكتور مساء الخير. دكتور، إذا كانت بنود هذا القانون تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومع الأعراف والتقاليد وموجودة ومضمنة ضمن قوانين أخرى، ما هي أهمية وجود هذا القانون بشكل منفصل؟ شكرا سيدي. أولا، منهجية إعداد القانون جاءت بمثابة أن يكون هنالك دستور للطفولة بحيث يجمع القوانين ونصوص المواد التشريعية المتعلقة بالطفولة في قانون واحد، ليسهل أن يكون هنالك قانون برامجي تسهل على الحكومة وضع برنامج عمل لما يتعلق بحقوق الطفل المختلفة التعليمية والصحية ولذوي الإعاقة وما إلى ذلك. فالمنهجية جاءت لوضع هذا التشريعات في تشريع واحد، ولكن أيضا أن لا نظلم هذا القانون بأن نقول بأن القانون لم يأتي بجديد. القانون جاء ليحدد صراحة من هي المؤسسات المعنية بحقوق معينة، إن كانت وزارة الصحة أو وزارة التنمية الاجتماعية أو المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص مثل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل وزارة الثقافة، مثل البلديات وأمانة عمان في توفير الحدائق وأماكن اللعب للأطفال. فجاء هذا القانون صراحة يحدد من على من تقع المسؤولية في الإيفاء بتلك الحقوق المختلفة. نعم دكتور، يعني إذا كان هذا الكلام يقال من قبل الجميع بأن هذا القانون لا يخالف الشريعة وأيضا لا يخالف العادات والتقاليد، لماذا برأيك أخذ كل هذا الوقت وكل هذه المدة من أجل التوافق على بنوده؟ يا سيدي، هذا القانون أنا باعتقادي تأخر كثيرا في إقراره من قبل الأردن مقارنة بالدول الأخرى، وخلينا نكون محددين، مقارنة بالدول العربية. أول دولة عربية وضعت قانون لحقوق الطفل سنة 95، وآخرها الإمارات والسعودية سنة 2015-2016. القانون من المعروف بأنه مثل هذا القانون الذي يعد استثمارا وتنمية في الطفولة يرتب بعض التكاليف المالية على الحكومات المختلفة. وباعتقادي من هذا المنطلق بأنه يعني ويسجل لهذه الحكومة صراحة وضح هذا الالتزام على نفسها بأن تقوم بإقرار هذه الحقوق ومحاولة الإيفاء بتلك الالتزامات المترتبة على الدولة وعلى الحكومة تجاه الأطفال. فالقضية إنه في مترتبات مالية عندما نتكلم عن إنشاء حدائق وأماكن لعب للأطفال، عندما نتكلم عن التأمين الصحي أو الرعاية الصحية الأولية لجميع الأطفال في الأردن، وعندما نتكلم عن نوعية التعليم وتحسين البيئة التعليمية والبيئة المرورية المتعلقة بالطفولة، عندما نتكلم عن إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأطفال المدمنين، بعتقد هذه من القضايا التي يترتب عليها تكاليف مالية معينة، وبالتالي كانت سببا قد تكون في التأخر في إقرار مثل هذا القانون. بشكل الحالي لمشروع القانون، هل برأيك دكتور هناك بنود بحاجة إلى تجويد أكثر؟ يا سيدي، هذا القانون حاليا بولاية مجلس النواب، وتحديدا بولاية اللجنة المشتركة في مجلس النواب، وبجوز خلال الخمس أيام الماضية من النقاش، وبعتقد هذا كان نقاش إيجابي وجيد ومطلوب، لأن هنالك بعض الجدل الذي أثير على بعض المصطلحات أو بعض المفاهيم التي قد تكون فهمت خطأ، وما زلت مصر ما تضمنه القانون لا يخالف الدستور بصيغته السابقة ولا يخالف الشريعة الإسلامية، بالعكس نص صراحة على احترام القيم الدينية وحقوق وواجبات الوالدين. شو البنود اللي عملت إشكاليات؟ ما هي هذه الكلمات؟ يا سيدي، مثل احترام الحياة الخاصة،
وبعتقد هذا من المفاهيم التي فهمت خطأ. إحنا دستورنا الأردني بيحكي الحرية الشخصية مصونة سواء كانت للأطفال أو لغير الأطفال، ولكن قد تكون فهمت خطأ لأن المقصود بهذا النص هو احترام الحياة الخاصة للأطفال من قبل الغير، بأن لا يكون هنالك تعسفاً في الاعتداء على حرية الأطفال سواء من خلال نعرف اليوم الاعتداء الإلكتروني أو استخدام صور الأطفال في قضايا معينة. ولم يجيء هذا القانون ليرتب العلاقة بين الأهل والطفل، وإنما ليرتب العلاقة بين الدولة والأطفال. بعض المفاهيم الأخرى سيدي التي قد تكون فهمت خطأ، مثل المؤسسات المختصة أو الجهات المختصة، وفسرها البعض بمن هي الجهات المختصة التي قد تكون ذات علاقة بالطفولة. ولكن يجب أن لا نقرأ أحيانا النصوص بشكل مجزوء وأن نقرأها أيضا بالناحية القانونية. ما ورد في الجهات المختصة وحسب التعريف الوارد في القانون تكلم عن أن الجهات المختصة هي كل جهة مكلفة بموجب التشريعات النافذة ولها علاقة بالطفولة. فبالتالي لأن بعض القضايا مثل لما نتكلم عن إنشاء حدائق للأطفال، لا يمكن حصر جهة واحدة بمعنية بإنشاء حدائق للأطفال، فالبلديات معنية بالموضوع، أمانة عمان معنية بالموضوع وما إلى ذلك. عندما نتكلم عن التعليم مثلا، ورد في القانون بأنه تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المختصة بالإيفاء بمجموعة من الحقوق. المؤسسة الرسمية الأساسية في الإيفاء بهذا الحق هي وزارة التربية والتعليم، ولكن تم إدراج الجهات المختصة لأنه عندنا إحنا التعليم الخاص، عندنا الأونروا، عندنا مجموعة من المؤسسات التي قد تقدم خدمات تعليمية مثل خدمات التعليم غير النظامي وما إلى ذلك، أحيانا يقوم فيه مؤسسات المجتمع المدني. فبالتالي هذا ما ورد في هذا القانون إذا فهمت خطأ، وهذا بجوز خلال النقاش الذي دار في مجلس النواب خلال الخمس أيام الماضية. ليس لدينا مانع من تجويد تلك المفاهيم وتجويد تلك النصوص، لأنه إحنا هدفنا الرئيسي أن يكون هنالك توافق مجتمعي على هذا القانون، لأنه القانون يحمي جميع أطفال الأردن ويستثمر بجميع أطفال الأردن. الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة دكتور محمد مقدادي، شكرا جزيلا لك.